السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي ديكورات وابداعات ام رحاب. كيف ما كتشوفوا معايا الوصفه ديال اليوم غادي تكون مخمرات او لا بطبوطات اللي كيكونوا معمرين بخضيره، كيجيو رائعين في المذاق، كيعجبوا الكبار والصغار. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبدأ على بركة الله. بسم الله. المقادير كان نحتاج دقيق الأبيض تقريبا كيلو، هنا عندي رابعة، ديرو كيلو ديال الدقيق الأبيض مع رابعة ديال الفينو، وكان ناخد الفينو باش كنقرص، عندي الملحة وعندي الخميرة فورية والماء دافي باش غادي نعجن بطبيعة الحال. كنخلط كلشي في القصرية. هنا بالنسبة لي أنا ما كملش كيلو ديال الدقيق الأبيض، ولكن ديرو كيلو الدقيق مع رابعة ديال الفينو. هنا بالنسبه لي نص كيلو ديال الفينو خديت منها جوج جبابن صغار باش كنقرص بهم البطبوط. هنايا يعني كنخلط العجين، مي ما كنكترش الماء باش ما تجينيش العجينه مرخوفه، خاصها تجيني شاده في راسها باش في التقراص تجيني مزيان. هنا كندير غير بشويه بشويه. بالنسبه لهاد البطبوط ما تنخليش يخمر، يعني واخا تندير خميره فوريه غير تتعاونني في التقراص وفي الطياب ديالها، اما ما تنخليش يخمر. كيف ما غتشوفوا معايا الطريقه كيجيو رائعين صراحه، كيجيو لذاد. هنايا كنحاول انني نزيد الماء غير شويه بشويه كيف قلت لكم باش ما ترخفش ليا العجينه وما تندلكهاش، غير تنجمعها باش ما تبقاش ليا العجينه مكوره من الفوق، غير تنجمعها تتجانس كامله صافي وتنغطيها، نديها ونجيبها صافي ونحطها ونغطيها بلا وجدت الحشو. بالنسبه للحشو غادي نحتاج جوج بصلات كبار مقطعين مربعات صغيره، هيا كيف ما كتشوفوا معايا مربعات صغيره يعني ما تخليهمش كبار. هنايا الفلفله انا درت على الخضره وفيها شويه الحموريه، اللي عدو الحمره يديرها كتجي حتى هي زوينه. هنا عندي ثلاثه الفلفلات صغار حتى هما مقطعين مربعات صغار. هنايا كاينه الشحمه او لا ليدام، بالنسبه لي انا ما كنديرش الزيت هنايا نهائيا، لا في التقراص لا في الطياب لا في والو، يعني كندير غير الشحمه. هنايا الشحمه على حسب الذوق، اللي بغى يدير كثر يدير، اللي بغى يدير قليل يدير. هنايا الزيتون اسود اختياري والزيتون اخضر، زيتون اخضر مقطع اللي انا هذا شاريه، كيف ما شاريه غنديرو، اللي خاف من السمك ديالو غادي يقطعو مازال، يرقو باش في التقراص ما يمحنوش. هنايا معدنوس والقزبر مقطعين، هنا تقريبا جوج معالق كبار. هنايا عندي الكمون، الملحه، البابريكا او التحميره، عندي الخرقوم او الكركم، والابزار. هادو العطريه كلها او التوابل كندير فيهم معلقه صغيره، الا الابزار درت فيه نص معلقه على قبل وليداتي ما كيبغوش الحار. بالنسبه لهنا اللي بغى يدير الهريسه يديرها كتجي زوينه. هنا غنخلطوا المقادير مزيان باش يتجانسوا. وفي هذه الاثناء كنبغي المتتبعي الكرام نقول لكم على واحد القناه ديال الاخت امينه، انا غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. تابعوها، صراحه وصفاتها رائعين، كنتمنى انكم تدخلوا عندها وديروا لها اشتراك وتدعموها. هنايا هي جبت العجينه ديالي، غادي نلولبها، غادي نديرها كريسات. بالنسبه لي انا غندير كريسات كبار على حسب المقلة، عندي كبيره اللي يلا بادي دير كريسات صغار. هاد العجين كمية ديال العجين اللي كندير كتخرج ليا سبعة الكريسات، هاهما كيما كتشوفي سبعة الكريسات. هنايا الحشو ديالي أنايا خلطته مزيان حتى تجانس، غادي نحطهم حدايا ما كنخليهمش يخمرو. العجينة ما خليتهاش خمرات، خليتها غير بلا وجدت الحشو. هنايا غنبدا تقراص كيف ما تشوفوا معايا، أنا نقرص هنايا غنحيد الفينو باش ما يديرش ليا في المقله بزاف ويخلي ليا العجينه تلصق. غادي نركز على الجوانب اللي كنرقهم
والوسط كنخليه شويه غليظ. صافي دابا غندير الحشو ديالنا. هنا بالنسبه للخضيره ما كطيبوهاش، يعني كتخلوها كلها كيف ما خلطتها كلها كطيب مع البطبوط في دقه واحده. هنا غتشوف معايا الطريقه كيفاش كنجمع، يعني غنوريكم الطريقه اللي كتجيني انا سهله، كنرجعها فحال شي شكاره وكنبقى نجمع فيها. هي دغيا كتجمع، شي ملي كتحيدو الطحين دغيا كتلصق العجينه على بعضياتها لان ما كتكونش عامره بالطحين. هنايا غادي ندير معكم المخمره الثانيه. الحشوه كديروها على حسب الرغبه، يعني اللي بغى يكثر غادي يزيد في البصله ويزيد في الفلفله، يعني يزيد في هذاك المقادير كلهم. اللي بغى يدير الكميه اللي كندير انايا تقريبا 3 المعالق في كل وحده، غادي يكتفي بهاد القدر هذا اللي درت. صافي غادي نبقى مستمره في هكا حتى نكمل البطيبيطات ديولي كاملين. هما كيف ما كتشوف معايا كملتهم كاملين، يعني قدتني الحشوه اللي درت في 7 البطيبيطات كاملين. هنايا غادي نشعل البوطه على المقله، غادي نديرها باش تسخن وغادي نبدا نقرص. بالنسبه لهذيك الجمعه اللي كنجمعو ديال العجين راه ما كتبقاش كتبان مع التقراص. هنايا كنركز على الجوانب كاملين، يعني الوسط والجوانب ديال العجينه، باش كنرجعها كلها رقيقه. يعني ما تخافوش واخا يبان لكم الحشو، انا غتشوفوا معايا غادي يولي بان ليا الحشوه غتبان ليا من العجينه، يعني العجينه كتولي رقيقه بزاف، كتولي فحال شفافه. ركزوا على الجوانب باش ما يبقاوش الغلاط. يعني هنا في هذا الاثناء المقله كتاخد وقتها باش كتسخن مزيان. هاي الحشوه كتبان ليا مزيان من العجينه، كنزيد رقاق، يعني كندير على حساب السمك اللي بغيت. هنايا غادي نرميها وغادي نعاود نقرصها فوق من المقله. في هذه الوقيته هذه غادي نجيب الثانيه وغادي نوجدها باش بما طيب ليا البطبوطه الاولى نلقى الثانيه مقرصه، وانا تنقرص وتنقلب في البطبوط. صافي وغادي نبقى مستمره، يعني مره حركو باش ما يتحركش وما يشدش من جهه وجهه لا، وما تجهدوش البوطه، ما ديروش البوطه مجهده، خليوها تاخد حقها في الطياب باش ما يتخطفش لكم الخبز في الطياب. هنايا ما تخافوش، يعني الزيتون واخا كيولي يبان راه ما تيخرجش، تيبقى لاصق في العجينه. هنا انت كتشوفوا معايا السمك ديالها كنرجع رقيق، يعني صراحه كيجي بنين بنين بزاف، وملي كيطيب هذيك الخضره مع العجينه في نفس الوقت كتعطي واحد البن احسن من اللي كطيبي الحشوه عاد باش كطيبيها مع الخبز. يعني هذه الطريقه هذه كتجي وكتجي سريعه، يعني دغيا كتوجديهم ما كتاخذش الوقت بزاف. ها هي كيف ما كتشوفوا معايا هي طابت، غادي نحطها على جنب. صافي وغادي نرمي الثانيه. وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه، يعني الوقيته اللي كنرمي الثانيه كنوجد واحده اخرى. هنا بالنسبه للدقيقه ما كتشوفوا معايا كندير واحد البابي كويزين اولا ورق الطبخ، وكنحيد هذاك الطحين اللي كيتحرق من بعد الثانيه،
كيولي عندنا داك الطحين محروق في المقله، يعني باش ما يلصقش ليا في العجينه اللي غادي نرمي من بعد كنحيدو، وكنبدا كل وحده ونحيدوها. هو دابا وجد عندنا البطبوط ديالنا، ها هما 7 المخمارات كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي رائع رقيق. وغادي نقطعو قدامكم تشوفوا الحشو من الداخل، كيجي ناشف ما كيجيش مزيت، يجي رائع. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم، صراحه كتجي بنينه بزاف وغادي تعجب وليداتكم بزاف بزاف، وحتى الكبار حتى هما كتعجبهم. كيجي زوين ودغيا كيوجد في وقت قليل، وبمكونات اللي كاينه في كل بيت. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها، وتخليوا لي التعاليق ديالكم والتشجيعات كيف ما العاده. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.